خلص الرسالة كلها. معكم على أحلى السوالف والسهر، نجتمع معكم على أحلى السوالف والسهر. وياكم نص نص. نبدأ مع عبد الوهاب. رياض. طيب. فريق أبها، أعطوني اسمكم يا شباب، اصبروا لا تعطوا الوقت. إيش اسمكم؟ عبد الرحمن حسن وأخوي. طيب يا صاحب دبور بالله جاوب، لا تفوز دبور. عبد السلمي تفوزه. طيب يلا نبدأ من السؤال رقم كام يا شباب؟ يلا نبدأ مع بعض من عند فوق الأرض وتحت السماء. جاوبوا ها؟ يلا نبدأ مع الوقت. فوق الأرض وتحت السماء إيش؟ أهو السحاب. حلو صح. مسابقة لتنافس الفرق الرياضية طوال الموسم إيش؟ كرة القدم. دوري. دوري. حلو. المركز الثاني في الدوري ايش؟ ايش يسمونه؟ وصيف. حلو. الاخ من ام واب ايش يسمونه؟ الاخ من ام واب، هذا اخوك. قال حرف دقيق. الابراج العالية الارتفاع ايش يسمونها؟ ابراج عالية الارتفاع. لا ايوه ايش يسمونها؟ لازم اطلع انا. ايش تدرين؟ ايش دريني؟ طيب حركة امواج البحر ايش يسمونها؟ امواج. امواج ايش؟ حركة المد امواج البحر فيها الحب والارنب. طيب مد الجزر. حلو. اسم بنك اسم بنك اسم ابنك عند ابيك. اسم ابن عند ابي حفيد. حفيد يا سلام. اسم اخر الابناء. انت الوقت. انت الوقت. انت الوقت. يلا جاوب بعد ما قلت. لا لا والله. ننتقل الى حبيبنا عبد الوهاب. يلا مع الفريق. ابو عمر معي. ابو عمر. طب اعطيكم سر. معاك يا حبيبي. بس اسمعوا مين اللي جنبك؟ عمر مين؟ بعد اللعبه. يلا. عاصم وعبد الله. عاصم عبد الله حياكم الله يا عاصم عبد الله. شدوا حيلكم مع الوالد. ها اول اي واحد يعرف الاجابه يجاوب على طول. تمام ان شاء الله. يلا السؤال الاول نبدا الوقت شباب. اسم اللبس الموحد في العمل يسمونه ايش؟ ثوب. بحرفين. حرفين. اللبس الموحد يقولون عنه بحرف ازاي؟ سكيب سكيب سكيب. اخذ الحيطه والحذر من اماكن العدوى. الشخص اذا في عدوى ياخذ الحيطه والحذر يقول عنه ايش؟ يح. يلا اوكي. يح. الحمايه. الذهاب لشراء بعض الذهاب لشراء بعض الاحتياجات ايش يسمونه؟ تسوق. تسوق او تبضع. برافو عليكم. جهاز لضخ الماء. جهاز لضخ الماء. حزان. لا لا موتور. موتور. حلو. او دينامو. برافو عليك. اداة لمسح الاخطاء. مسح الاخطاء. مساحة. مساحة او محايا. آلة تستخدم للطباعة. طابعة. طابعة. اداة لتدفئة الماء. تدفئ الماء. سخان. سخان. حلو. مكان لتجديب الشعر. مكان لتجديب الشعر. حلاق. حلاق. عدد دول مجلس التعاون الخليجي. ستة. ستة. برافو. خلصت أسئلتي وروح لون صفار البيض. انتهى الوقت. أصفر. أصفر. مع أن أنا قلت خلصت أسئلتي. أنت أنا قلت خلصت أسئلتي. بقول شيء بس ممكن ممكن إبراهيم الكنترول ما يخصمونه علينا ولا شيء. بقول شيء. ليش؟ بعترف بشيء يعني. ما يخصمون شيء. خذ وعد وشيء. ما أعرف. خذ وعد. وعد الماء. ما يخصمون كنترول. شباب رياض بيقول شيء بس ما تخصمون عليه. ايش يلا تفضل. خلاص. طيب نص الاسئله اللي جاوبتها ترى جاوبونها فريق الثاني. شلون يعني؟ انا اسال فريق عبد الوهاب هو اللي كان يجاوب معانا اول ما بدينا. بالله. ايه يا ابو عمر. ابو عمر. اسالوهم حتى تاكد. الاسئله الاولى اللي مع رياض انتم تجاوبون. خلونا معانا. سمعت الاولاد يجاوبوا يتكلمون معه. ابو عمر حبيبي الاسئله اللي كانت مع رياض انتم تجاوبوا. ما جاوبنا. لا في البداية. في البداية اي سؤال واحد بس كنا قاعدين نتكلم مع بعض. طيب برافو برافو ساعدكم. يلا ما في. فهذه يعني محسوبة لنا ما لنا علاقة. بس يلا الصدق من جاي. يلا والله اكثر من سؤال يعني. بس يسعدك ربي يا ابو عمر الله يحفظك. يعطيكم العافية جميع الاسرتين.